كسكس وجبة تراثية تناقلتها الأجيال على مر العصور في موريتانيا، ورغم تعدد طرق إعدادها باختلاف مناطق الوطن يبقى الطعم المميز واحد. تحضير هذه الوجبة يمر بعدة خطوات، فمن بل نخالة القمح إلى برمها مع وضع الدقيق عليها حتى تصبح جاهزة للانتقال إلى المرحلة الموالية والتي يشرحها من كان بصنعه فقيها. شوف شوف ها ورا كسكس نعدلو، ها ورا كسكس نعدلو، نقبو حصبتو من الاول نشرو الخالص ونخلطوه مكة ونقبو قدر من الدقيق ونتم نبرموه به. سمعت هارك الدقيق اللي راعي مين وفام نبرمو حوزو عليه ونرقبو، سمعت مين وفام ولي من ترقابو لين حوزو عليه ونسربتو بسربات خرواس عندنا، مين وفام سربيتو لين حوزو عليه هنا لين حوزوا إليه ونشروه لين إيش وحدين يدوره يابس وحدين يدوره مبلوء. للكسكس أنواعه المختلفة لدى باعته، حيث يرتبط لديهم بتعاقب الليل والنهار واختلاف أذواق الزبائن. معنى كده كل يبيعوه في الليل، سمعت من اللي كنا عنده عمل خاص به وحده، سمعت ذوك اللي يبيعوه في الليل يتقوه ويعدلوا له حكما رقبتين بيوم الليل كسكس قاع وافي، وإحنا لا نرقبوا ذيك الترقيبة لوحده. هذا الكليان اللي يشروه من عندنا حوز البيم اللي يبقى يابس لا يحوز عليه ويطرحوك يطرح تعراه الراسيو يتملي يقبضوا منه حسب الكافي ويعدلوا، وذول اللي يجون يدور المبلول لا يمشوا بهم ولي من عندنا ويقبضوهم وتلاوي يرقبوه ترقيبتين اخرات. وجبة جمعت الموريتانيين بكل أطيابهم لنكهتها، منتزعة مكانة مرموقة على المائدة الموريتانية ومعطية لنفسها وبكل جدارة لقب وجبة الوحدة الوطنية. تالي الصادق، الوطنية.